مساء الفل. وانا قاعد بسمع كده شويه اغاني، لقيت انه من انجح اغاني السنه دي هي اغنيه بالبنت العريض، اللي هي لقيت الطبطبه. هي اتشهرت على لقيت الطبطبه، يعني لقيت الطبطبه وضحكتك فيها كهرباء. المهم ان انا لقيت اغنيه وهي الجزء الثاني لقيت الطبطبه، ما حدش خد باله منها مع انها مشاهداتها داخله في 2 مليون دلوقتي، وهي للمطرب الجميل خليجي نبيل شعيل. اغنيه اسمها بقالي ساعه، الاغنيه اسمها بقالي ساعه، هحط لكم اللينك بتاعها تحت. طبعا الكلمات لايمن بهجت قمر، الحان وليد سعد، توزيع توما. ولو ركزنا على الكلمات والتوزيع، ايمن بهجت قمر وتوما عاملين كل حاجه ترقص اخر 5 سنين مثلا، من ضمنهم بشرة خير، لقيت الطبطبة طبعا، وعاملين قبل كده اغنية 6 الصبح، وفي ميكروباص كان هيشيلني دلوقتي مش عارف ليه. يعني متحبش نبيل شعيب؟ بس فالاغنية دي جامدة جدا، انصحكم بيها يعني. انا وجهة نظري لازم نبيل شعيل يشتغل اكتر من كده. يعني انا اللي فاكره ان هو عامل اغنية اسمها جاني من زمان قوي، مصري، وبقالي ساعة دي. المفروض يعمل اغاني جديدة مصري، لانه طبقة صوته مصرية قوي، مش خليجي يعني، خليجي بس يعني مصرية برضو قوي باستثناء العين. يعني هو بيقول بقالي ساعة العين، عشان العين في الخليجي بتطلع كده ازيد مننا كمان، هتحسوها لما تسمعوا الاغنيه. الاغنيه حلوه قوي على فكره وعجباني قوي، و اسمعوا وقولوا لي رايكم ايه، وقولوا لي رايكم في حته الثنائيه بين ايمن بهجت قمر وتوما، برضو من الاغاني الناجحه اللي عملوها. طب واحده واحده الحمائي، اي اغنيه ترقص لحمائي هي كلمات ايمن بهجت قمر والحان توما، قصدي توزيع توما. فالاثنين دول عاملين ثنائي جامد جدا يا جماعه. بس ده اللي عندي النهارده، ما كانش في دماغي والله اعمل الفيديو النهارده، بس قلت ايه يعني اقول لكم كده انه لقيت الطبطبه نزلوا منها جزء تاني، اسمعوا وقولوا لي رايكم. بس ده اللي عندي النهارده. لو انت بتشوفني من على اليوتيوب يعني اشترك في القناه وفعل الجرس لو عجبك المحتوى، عشان تكون اول واحد تشوف فيديوهاتي، وبشكل عام حتى الفيديوهات اللايف بحب اتكلم فيها معاكم كتير على اي حاجه تخص اي حد يعني. لو انت على الفيسبوك شير ولايك وفولو، وسلام.